كابتن عبد الحميد اوسف مدير البطوله والمدير الفني لنادي الرد العاشر. كابتن احكي لنا الاول ايه موضوع البطوله دي اللي هي تكون في البحيره؟ هو نشاط الرواد بادئ بقاله حوالي 5 أو 6 سنين، نشاط محترم جدا، مجموعه جميله بتلعب اللعب التنس الطاوله في مصر. بدات تعمل له لجنه محترمه متشكله من مجلس اداره الاتحاد، الاتحاد بيشرف عليها، لها رئيس اسمه كابتن اشرف حداد، ولها نائب رئيس اسمه وليد الفولي، والكابتن نديم، والدكتوره سميحه ابو النصر، ومدام ناديه بدير، والكابتن محمود الرشيدي. مجموعه جميله قوي، هي بتنظم بطولات الرواد تحت اشراف الاتحاد المصري للتنس الطاوله برئاسه الدكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد المصري وعضو اللجنه الاولمبيه المصريه. تمام، البطوله دي مقامه كام يوم الاول؟ دي معموله 3 ايام، من 11 ل 13 قصدي 18 و19، ودي اول مره تعمل في البحيره في مدينه دمنهور. بتعمل على روح المكتوب من الكابتن فتحي ابو النصر اخو الاستاذ عادل ابو النصر. الاستاذ عادل ابو النصر كان رئيس الاتحاد المصري في اول فتره السعيده دي، كان هو رئيس الاتحاد مش عشان هو سقف وطلع، لا ده لانه ادى دورتين بتوعه ومالوش دوره ثالثه حسب القرار المجاني بتاع رئيس الاتحاد رئيس الوزراء. دي رقم ثلاثه، البطوله رقم ثلاثه على مستوى الموسم ده، وبتتلعب ايفنتات فوق 34 سنه محترفين رجال وسيدات، وفوق 40 رجال وسيدات، فوق 50 رجال وسيدات، وفوق 60 رجال وسيدات، فوق 70 رجال وسيدات. تمام. عندنا في مرحله 70 سنه بطل مصر وافريقيا والعرب لسه جاي من طول شرم الشيخ الدوليه، كابتن ماهر عباس اللي كان اول عالم، وهو حتى في قطاع الناشئين لما كان ناشئ 17 سنه كان بطل جمهوريه وبطل افريقيا. ده واحد من ضمن اللعيبه اللي معانا، ومعانا طبعا في بطل 50 سنه وحتى 50 سنه، بطل برضه مصر وافريقيا المستشار خالد حكمي، فوق 50 سنه ده رئيس محكمه جنايات مرسى مطروح. ومعانا في الايفنتات الثانيه بطل 40 سنه وبطل معانا ايمن زكريا بطل 34 سنه، معانا اشرف حداد بطل 40 سنه، السيد زينب بطل 40 سنه، بس للاسف في لعيبه كتير متغيبه عن البطوله لانهم كانوا في بطوله العالم في شرم الشيخ، فما لحقوش لضيق الوقت ان هم يجوا على البطوله هنا، البطوله كانت بعدها بيومين بالظبط. فللاسف عشان دي وقت ما لحقوش يحضروا البطوله دي. تمام، عدد المشاركين بقى قد ايه؟ حوالي 200 لاعب ولاعيبه. تمام. طيب بما ان هي اول مره من انديه كتير قوي، يعني مثلا على الاقل 20 نادي من ضمنهم طبعا اكبر انديه في مصر، من الاهلي ونادي الرواد العاشر والله ونادي الشمس ونادي السكه الحديد ونادي الزهور ونادي سموحه ونادي اصحاب الجياد اللي هم ابطال دايما، نادي اصحاب الجياد بيمتاز بلعبه الرواد عنده، بياخدوا بطولات كتير سيدات ورجال. ومضيف البطوله دايما، يمكن دي تاني بطوله شارك فيها، نادي الزهور القاهره طبعا دي من الفرق الجميله، وعندهم بطل مصر لاعب اسمه ايمن زكريا بياخد اول فوق 34 سنه، ومعاه الكابتن المحترم او المدير الفني بتاعهم الكابتن طارق ياسين.